اهلا، هنكلمكم النهارده عن الترانس فات. عمرك سألت نفسك الفرق بين زيت الزيتون والزيت العادي، وليه الفاست فود مضر؟ احب اعرفكم على جهاز الاي ار سبكتروسكوبي، بنحط فيه العينه وبيطلع لنا سبكترا بتدل على المركبات اللي بتحتوي عليها العينه. يلا نبدأ. الفاتي اسيد او الدهون بتنقسم الى ساتوريتد، وفيها كل كربون بتكون عاملة سنجل بوند مع الكربون اللي جنبها زي الستوريك أسيد. unsaturated وفيها 2 كربون بيكونوا عاملين دبل بوند وبينقسموا حسب وضع ال H إلى cis، ودي الموجودة في الطبيعة زي الأوليك أسيد. trans ودي الزيوت المهدرجة زي الإليديك أسيد، ومن هنا جاءت الترانس فات. الفرق الجوهري اللي بينهم ان السيس بيكون الكوليسترول الجيد اكتر من الكوليسترول الضار، والعكس في الترانس. طب هنفرق ما بينهم ازاي؟ لو تفتكروا جهاز الاي ار، بنحط العينة والسيس بتظهر من 945 ل 980،